ريت خرسونش طاريك نشي نكسير يمدي ماري طريق نعمر بالحفاري طريطوار والشانطي عاري تعلمت السوق مثالي القانون ديالك وديالي وتبين سلوك العالي عمرك وعمري غالي سيدورة سيدة غتخلي جنازة كل يوم تسيدة عمرت التلفازة سوقو بشوية ما تعودو طنازة ضحية فكروسة ضحية بكازة دير الصمتة فيها الأمان دير الصمتة وانت فرحان دير الصمتة راهي ضمان دير الصمتة نعالي الشيطان سوق الوتة بالعقلية سلامة مونامي إشارات المرورية سلامة مونامي وللراجل الأولوية سلامة مونامي خاصك تسمع دي الوصية سلامة مونامي وايي تكيس خويا تكيس وايوي تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية كنتواجدوا الآن في الحلبة الطرقية كنا اليوم في واحد نشاط لفائدة التلاميذ المؤسسات اللي في مدينة العيون كنديروا معهم واحد درس نظري كنوريو بعض الإشارات للمرور اللي كتكون لأنهم خاصهم يحترموها داخل المدار الحضاري وداخل محيط السكن ديالهم وداخل المؤسسة عند المؤسسات اللي كي التعليميه اللي كيكونوا فيهم او عند الساحات وكنخرجوا الدرس التطبيقي لان اللي كاين هنا في الحلبة اللي كيكون فيه تيكونوا فيه واحد الاشارات اللي كنشوفهم واش غيطبقوا واستافدوا من هذا الدرس وكيكونوا على واحد الدرجات والرساله ديالي دائما الاباء هم القدوه الاولى للابناء ديالهم انهم يكونوا يحترموا باش يشوفوهم الابناء ديالهم كيحترموا قانون السير وكنتمنى السلامة للجميع بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية اليوم جينا لهاد الحلبة باش تعلمنا قوانين السير ودرنا في الحلبة وتعلمنا كيفاش نمروا في الطريق الراجلين وتعلمنا بزاف ديال الاشارات وكان هذا يوم جميل قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.